قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عسى الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا وحواسنا لتدبر آياته في مخلوقاته، فهي الدليل على وجوده وقدرته، وهي الباعث على الاستعداد ليوم الجزاء الأوفى. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذه السماوات على عظمتها ستكون يوم القيامة مطوية بيمين الرحمن سبحانه وتعالى، كما قال في أواخر سورة الزمر: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والإشكال الأكبر إخوتي الكرام أخواتي يكمن في الغفلة، فكم من أمور تحصل للإنسان وهو لا يدقق فيها، ربما لا يعلمها أصلا، في حين الله سبحانه وتعالى ينبهه إليها كل مرة: انظروا، سيروا في الأرض، شوف، استيقظ، تيقظ. هكذا عندما سأل فرعون موسى عليه السلام عن ربه، ماذا قال سيدنا موسى؟ قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. يعني هذه الدقة في الوصف، أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، هي التي تكون داعية للإيمان. الله سبحانه وتعالى أول أدعى في الإنسان النظام الدقيق، زوده بما يحتاجه من أجهزة، ثم كذلك هداها للعمل لما يجلب له النفع والصلاح ويدرأ عنه الأذى والفساد. الإنسان عنده تصميم رائع، أجهزة مرتبة في تنسيق عجيب معجز. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. مع ذلك فإن هذا الإنسان المغرور لا يساوي شيئا أمام ما خلق الله سبحانه وتعالى من أكوان، كما قال سبحانه وتعالى في سورة غافر، هذه الآية: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال كذلك: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، في سورة الإسراء. حجم كوكبنا أمام حجم الكون وما يحتويه من مليارات المجرات لا يساوي حجم حبة رمل بالقياس إلى كل صحاري العالم وشواطئها برمالها كلها. فكم هو حجم الواحد منا؟ يعني أنا كم حجمي؟ أنا شحال؟ لقد أحصى العلماء في القرآن الكريم أزيد من 800 آية في ذكر الكون وعجائبه، وسورة البقرة لوحدها كما نعلم فيها 256 آية، ليس كذلك؟ إذن الآيات الكونية في القرآن الكريم تعادل تقريبا 3 مرات سورة البقرة، يعني تقريبا ربع القرآن الكريم. هذا يعطينا فكرة بأنه يؤكد وجوب النظر في ملكوت الله وتدبر بديع صنعه. وأخسر الناس إخوتي الكرام من لم يستفد بما يراه حوله من آيات، أخسر منه من يعرفها ويدرسها، ربما عنده شهادة في البيولوجيا أو في الطب أو في الكوسمولوجيا، في علم الكون، في أي شيء، في الفيزياء، لكنه ينكرها ويستحب العمى على الهدى، كما قال سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، والعياذ بالله. سبحان ربي عظيم الشان مقتدر، وروعة الكون آيات وتبيان، برق يلوح وصوت الرعد رنان، وصيب السحب مالت منه أغصان، والموج مرتفع يزهو بقوته، والشمس ساطعة يبدو لها شان. يعني آيات عبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوتي الكرام من الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن هذه الآيات المعجزة ما جعلها الله سبحانه وتعالى إلا من أجلنا فقط، يعني كل السماوات، الأكوان، الأرض. أحيانا الإنسان يتساءل، هناك الأرض صغيرة الحجم، درة رمل بالنسبة لا تقارن بالنسبة لرمال العالم كلها مثل ما قلنا، ولكن سؤال: هل في الأكوان الأخرى حياة أخرى؟ هل هناك ناس آخرون؟ لا ندري. الذي نعرفه من كتابنا من قرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض لكي نتدبرها، فقط لكي نهتدي. يعني وكان الله سبحانه وتعالى يقول لنا: فيقوا يا ناس، فيقوا، استفيقوا، استيقظوا، انظروا، انظروا ماذا حولكم، واعلموا بأنكم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين.